لنا ماشية بظهرك ليه؟ ماشية بظهري، أنا الحمد لله ما عنديش مشاكل لا في الفقرات ولا ما عنديش عصب وركي ولا عندي أي مشاكل، بس أنا بحب أنصح الناس إن يمشوا بظهرهم. طبعا ممكن بمساعدة حد، أنا عملت فيديو قبل كده بس في عربية واضح انك مشهورة هنا على فكرة. انا بحب الاطفال الصغيرة قوي وبحب المعين. يا خسارة، عايزة اخد حتة المعين دي. هنقابلهم تاني. هنقابلهم. هنقابلهم واحنا راجعين. قطة كمان صغيرة، بحب الحيوانات قوي قوي. بس انا عايزة ايه؟ نتكلم عن العصب الجلطي والفقرات. لازم فيتامين د، ما تخلينيش اسرع. لا انا ما... انا معاكي والله، بس عشان ممكن اجري مش هتتحقيني حركه عشان ما تهزش، انا ما محافظه على حاجه ماشيه بيها عشان ما تهزش كتير. ماشي. خلي بالك